انضم الينا الان سياده العميد انور محمد علي المتحدث باسم الاداره العامه للدفاع المدني السوداني. العميد انور اهلا وسهلا بك في القاهره الاخباريه. كيف يبدو الوضع الامني وما يتعلق بالدفاع المدني على الاقل في العاصمه الخرطوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، انا اتحدث اليك باسم المجلس الغوني للدفاع المدني. حسب توجيه السيد رئيس المجلس الغوني للدفاع المدني وزير الداخليه، وتم تشكيل لجنه للتدخل ومساعده المواطنين المدنيين، تقديم الخدمات الاساسيه في كل انحاء السودان. ما هي الخدمات الاساسيه؟ الان الدفاع المدني الان موجود في عدد من الاحياء التي تحتاج لمياه الشرب، والدفاع المدني الان موجود ايضا في عدد من المستشفيات لتقديم ايضا خدمات المياه، وموجود في عدد من مراكز غسيل الكلى ايضا. يعني خدمات المياه كانت فيها بعض الصعوبه، لذلك يتدخل الدفاع المدني الان لتقديم هذه الخدمات. نعم سيادة العميد، شكل التعاون أو شكل الآليات التي يقوم بها الدفاع المدني لتقديم هذه الخدمات، يعني نعلم أنه هناك أكثر من 35 مستشفى متوقف عن العمل أو خارج الخدمة، هناك أماكن للكهرباء وأماكن لخدمات المياه لم تعد تعمل بسبب هذه الاشتباكات منذ اليوم الأول تقريبا، فما شكل الآليات أو التعاون حتى مع جهات أخرى في هذا الأمر؟ من اول المبادرات التي قام بها الدفاع المدني كما ذكرت هي تقديم خدمات مياه الشرب، باعتبار انها من الاحتياجات الاساسيه والضروريه. الدفاع المدني الان يقدم خدمات المياه مباشره للاحياء التي عانت في الايام الماضيه من انقطاع المياه. ايضا الدفاع المدني الان يتدخل بشكل مباشر في تقديم المياه للمستشفيات. أما محطات المياه الآن تكاد تكون معظمة عاد إلى العمل. أيضا الدفاع المدني قام بالتنسيق مع هيئة المياه في توصيل العاملين والفنيين إلى هذه المواقع. الآن أنا أبشر المواطن السوداني بالذات ولاية الخرطوم أن خدمات المياه أو معظم محطات المياه التي خرجت عن الخدمة الآن قد عادت إلى الخدمة، وبإذن الله تعالى تعود هذه الخدمة بشكل كامل لولاية الخرطوم. طيب عميد أنور، هناك صعوبة في التحركات في وسط الخرطوم أو في مدينة الخرطوم بمدنها الثلاثة بشكل كامل، هل يتم تنسيق بينكم وبين القوات المسلحة السودانية بشأن ما إذا كان هناك طلبات من ناحيتكم لإخلاء بعض الشوارع أو وقف إطلاق النار في بعض الشوارع حتى يتم إما الوصول إلى المستشفيات أو حتى وصول مساعدتكم ما يتعلق بالمياه وما إلى ذلك إلى المواطنين المحتاجين بأسرع طريقة وأسهل صورة؟ كما ذكرت آنفا، الآن الدفاع المدني يقدم هذه الخدمات الآن في هذه اللحظة التي أتحدث معك فيها. الدفاع المدني موجود الآن يقدم في هذه الخدمات. التنسيق جيد جدا مع كل الأطراف. الدفاع المدني أصلا بالقانون يتدخل ويجد الحماية في هذا التدخل. الآن آلية التنسيق أو هذه اللجنة التي كونها السيد وزير الداخلية من ضمن مهامه وأوقاف المجلس الغوني للدفاع المدني الآن تباشر عملها بشكل فعلي في الميدان الآن. طيب عميد أنور، الجزء الخاص بمسألة العوائق أو التحديات التي تواجه إدارة الدفاع المدني في تنفيذ كل ما يحدث الآن، حضرتك بتتحدث عما تقومون به في المرحلة الحالية، ما هي العوائق، ما هي التحديات التي تواجهكم خصوصا في المناطق التي يحدث فيها اشتباكات أو المناطق التي غير معروف حتى الآن من الذي يسيطر عليها وفق تضارب الأنباء بين الطرفين؟ الدفاع المدني اعتاد العمل في هذه الظروف. الآن الوضع يكاد يكون يعني اشتباكات، شدة الاشتباكات قد خفت بشكل كبير. كانت من أكبر الصعوبات التي واجهت مجلس القومي للدفاع المدني هو الربط بين الجهات المعنية بتقديم هذه الخدمات. الآن الدفاع المدني بفضل الله تعالى استطاع أنه يعني يعمل تشابك
او تشبيه كبير جدا جدا مع الهلال الاحمر السوداني، مع المنظمات الوطنيه المعنيه والمهتمه وصاحبه المبادرات في تقديم الخدمات للمواطنين. الان هذه الشبكه التي انشاها المجلس القومي للدفاع المدني اصبحت موجوده بشكل فعلي الان في الميدان وتقدم خدماتها للمواطنين. طيب سيادة العميد، تقول ان هناك بعض التحديات التي كنتم تواجهونها للوصول الى تقديم او الوصول الى المحتاجين او المواطنين السودانيين لتقديم الخدمات الاساسيه، هل هناك بعض المساعدات التي تنقصكم في هذه الاثناء؟ هل هناك حديث مع منظمات المجتمع المدني بالاضافه طبعا لما ذكرته من الهلال الاحمر او حتى الدول المانحه ل يعني الحصول على مساعدات، سواء كانت مساعدات عينيه، مساعدات لوجستيه لمساعده المواطنين في السودان، وماذا عن الاقاليم والولايات الاخرى؟ الدفاع المدني الان يقوم بهذه المهمه بشكل ميداني. بدايه الهدف الاساسي الى اعاده كل الخدمات التي توقفت. كما ذكرت الان نجحنا في اعاده محطات المياه للعمل. الان الحاليه يسعى بشكل ايضا ميداني لتوفير خدمات الخبز المخابز، توصيل الدقيق الى المخابز حتى يصل للمواطن، تفعيل كل الامكانات الدوله التي تاثرت بهذه الاشتباكات. هدفنا الاساسي هو إعادة عمل المرافق الحيوية الآن، وقد يعني تحقق هذا الهدف بشكل كبير جدا جدا. الآن الكهرباء تكاد تكون عادت لمعظم أنحاء السودان. خدمات المياه الآن معظم الأحياء حتصل المويه إن شاء الله باعتبار أن المحطات تم استعادة الخدمة. المواقع التي لا توجد بها خدمات مياه كما ذكرت الدفاع المدني الآن موجود ميدانيا، وسنمدهم ان شاء الله بصور ميدانيه لمشاركه قوات الدفاع المدني في امداد المواطنين بالمياه، وايضا امداد المستشفيات التي لا توجد بها مياه. ايضا الان نقدم مياه لعدد من المستشفيات العاصمه. طيب. ايضا عدد كبير من المستشفيات الان تقدم خدمات العلاجيه. ايضا توجد 43 صيدليه الان تعمل على مدار ال 24 ساعه في انحاء العاصمه المختلفه. ايضا هذه اللجنه التي شكلها السيد وزير الداخليه جزء اساسي من مهامها ايضا ضمان امداد الامداد الدوائي وتوفير امداد الاكسجين للمستشفيات. كل هذه الخطوط الان يقوم بها ويمثلها المجلس القومي. نعم. طيب عميد انور، السيناريوهات التي يعني الجميع توقعها انه هناك حاله من الاستمرار لما نراه من اشتباكات وما نراه من صراع، هل وضعتم سيناريو أو خطة لإذا ما استمرت هذه الاشتباكات أكثر من ذلك كيف ستتعاملون وفق هذه المعطيات؟ يعني فقط ساعات ربما أو أيام قليلة جدا تفصلنا عن العيد المبارك، وهناك بالتأكيد رغبة من جميع المواطنين في قضاء حاجاتهم والحصول على الخدمات. هل وضعتم خطة أو سيناريو في حال استمرار هذه الاشتباكات أكثر من كل هذه الأيام؟ الآن الدفاع المدني يعني يحرص بشكل كبير وقام فعليا بتأمين إعادة تشغيل المرافق الحيوية من مياه وكهرباء ومخابز وغاز ووقود. الآن الدفاع المدني يعمل فعليا لإعادة هذه الخدمات بشكل كامل للمواطن. وأبشر المجتمع المواطن السوداني الكريم أنه لا يعني نبذل كل جهدنا في أنه في أعجل ما تيسر، لأنه هذه الخدمات لا تنقطع، ودفاع المدني متحسب لكل هذه السيناريوهات. نعم، شكرا العميد أنور محمد علي المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني، كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية.